فبداية لو أنا هطمس لوحة المركبة اللي أنا راكبها، إيه المشكلة في ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيه قاعدة شرعية بتقول أن لولي الأمر أن يقيد المباح. يعني إيه لولي الأمر أن يقيد المباح أو للحاكم أن يقيد المباح؟ تعالوا نتصور أن الإنسان له حرية في أن يعيش في هذه الحياة كما يحب، ما دام في إطار المسموح به فأنت لك كامل الحرية. ولكن أحيانا حتى ونحن نستشعر أنه من حقي أن أفعل كذا أو أفعل كذا، أنا لا أنتبه إلى أن هذه الأمور التي أراها من حقي وإنها بتحقق لي السعادة في هذه الحياة قد تمس بحقوق غيري. هنا لازم نعرض هذه الأمور على ميزان المصالح والمفاسد. هل هذه الأمور التي سأقوم بها أو النشاط الذي سأقوم به هل سيؤثر على غيري أو قد يؤثر علي أنا شخصيا ولا لا؟ هنا الحاكم أو ولي الأمر هو الذي يرى الصورة الكاملة للمجتمع، وهو الذي يتخير ما قد يقيد به المباح لمصلحة هؤلاء الناس وللمصالح العامة ولمراعاة المصالح المشتركة بينهم وبين بعض. هناخد مثال بعيد عن رخصة القيادة ولا حاجة. لو الحاكم مثلا قال إيه؟ قال إنه المباني لها ارتفاعات معينة للدور كذا، إذا كان الشارع إيه اتساعه كذا متر، والشوارع الأوسع يكون الارتفاع كذا، والشارع الأوسع يكون ارتفاعه كذا. فأنا جيت قلت إيه، يعني هو دي حاجة تنظيمية، إحنا مش حاجة شرعية، يعني هي بالورقة والقلم. يا سيدي زود 3-4 أدوار، وإحنا نعمل أساس متين، مش هنضر الناس، هنعمل أساس متين وهنعمل تعليات. فعملنا كده. هل من حق الحاكم أن يحاسبني على هذا الفعل الذي فعلته؟ طبعا من حقه. ليه؟ لأنني قد ارتكبت مخالفات تنظيمية لهذا الأمر. أنا ممكن أكون مش واخد بالي للأضرار اللي أنا عملتها، ولكن أنا مش مدرك إنه التنظيم ده بيراعي مساحة الطرقات اللي بتمشي فيها السيارات، المرافق زي المياه والكهرباء والصرف الصحي والتليفونات، لأن كل وحدة سكنية لها مرافق، وهذه المرافق لها جدول ولها تنظيم معين. لو أنا تجاوزت وغيري تجاوز بقينا في منطقة عشوائية والفوضى تعم الجميع. تعالوا ناخد المثال ده ونتكلم عن القواعد المرورية والتنظيم المروري وكذا وكذا. هنسأل نفسنا الأول، إحنا ليه الحاكم عمل لوحات معدنية أصلا للسيارات؟ ما كل واحد فينا بيروح يشتري سيارة، مش لازم أرخصها ولا أعمل ولا يبقى عندي لوحة معدنية ولا أي حاجة. إيه المانع يعني؟ قالوا لا، ده السيارة دي آلة خطرة. يعني إيه؟ يعني بتمشي بسرعات عالية ولها موتور ولها قوة، كذا حصان، مش عارف إيه، الحاجات دي كلها بتسبب خطورة على المواطنين في الطرقات في الشوارع وكذا وكذا. فلازم نعمل ايه؟ لازم نفحصها الاول كويس علشان نشوف هل هي صالحة للاستعمال ام غير صالحة للاستعمال. جميل. دي اول مرحلة. بعد مرحلة الفحص بنعمل ايه؟ بنعلق لوحات معدنية. طبعا لها هوية كده زي بطاقة الوطن القومي. طبعا رخصة السيارة دي زي شهادة الميلاد للانسان. فاحنا عملنا لها شهادة ميلاد اهو، بعد الفحص عملنا لها شهادة ميلاد. شهادة الميلاد ده بتترجم في لوحة معدنية بتعلق على السيارة. ليه بتعلق على السيارة؟ علشان نقول لقائد هذه السيارة، خلي بالك انت مسؤول عن قيادة هذه السيارة. ولو ارتكبت اي مخالفات، المخالفات دي هتقيد بهذه النمرة اللي هو رقم السيارة. علشان نحاسبك على هذه المخالفات دي. لو تجاوزت السرعة في مخالفة، ما شدتش الحزام في مخالفة، امن ومتانه في مخالفه، طب احنا كل ده قد يتسبب بضرر طبعاً. عليك طبعا. ايوه ليه بقى بنعمل ليه بنعمل كل ده؟ علشان قائد السياره يلتزم بالقواعد المروريه المنضبطه، فلا يتسبب في اذى نفسه ولا في اذى غيره. وعلى هذا لما نيجي نعرض هذا الامر على العقل، يقبله العقل ام لا يقبله؟
يقبله طبعا. بالتأكيد يقبله طبعا. إذا عرضنا هذا الأمر هذا الأمر في ميزان المصالح والمفاسد هنلاقي إنه هذا الأمر مستقر. طب هو يجي يقول لي أصلا ببقى مستعجل وعايز أروح مشوار وأعمل وأسوي فيعني لو اللوحة دي لو ما طمستهاش هاخد مخالفات كل يوم. أيوة. هقول له طيب أنت ما فكرتش إنك وإنت بتسوق مسرع بهذه الطريقة ممكن تضر نفسك أو تضر غيرك؟ طيب لو عندنا احتمال إنك ممكن حتى تضر نفسك ولاش هضر غيرك هتضر نفسك هتختار إيه؟ تصحى بدري شوية وتخرج في وقت أنت مرتاح فيه وتقدر توصل بصورة طبيعية بالسرعة المنضبطة ولا هتقول لا هنام لي نص ساعة زيادة ولا ساعة زيادة وهلحق في 10 دقايق أروح فتضر نفسك وتتلف سيارتك وقد تودي بحياتك. لما نقيس هذا الأمر في ميزان المصالح والمفازد هختار إيه؟ لا هختار أخرج بدري شوية وأقود سيارتي بصورة منضبطة وما عرضش نفسي لطمس اللوحات لا أضر نفسي ولا أضر غيري. الضرر الآخر دكتور علي إن طمس اللوحات قد يتسبب في إن المخالفات دي تنزل على حد تاني. ممكن لأنه بالتأكيد لما اللوحة دي يكون مطموس فيها أرقام أو يغير الثلاثة إلى واحد يعني يطمس الشرطتين اللي قبل الثلاثة دول فيروح طمسهم كده يبقى الثلاثة دي بقى أصبحت واحد. طب ما هو في غيرك عنده هذا الرقم اللي في آخر واحد أو اللي في نص واحد مش ثلاثة. طيب لما الرقم ده يغير على غيرك أو الواحد يبقى صفر يشيل حبة من فوق وحبة من تحت فالواحد ده بقى صفر. طب هذا الأمر أنت تتحمل أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية إنك ترتكب هذا الفعل وغيرك ياخد مخالفات هو ما عملهاش علشان أنت تنجو بنفسك من هذا الأمر. إذن هذا الأمر أيضا يتعلق بحقوق الآخرين اللي هنحاسب عنها أمام الله سبحانه وتعالى. طيب علشان يبقى الأمر محدد أكتر يا دكتور علي أنا بحب يعني عشان لما نعرف نلتزم أقدر أقول له هنا اللي بتعمله ده فعل حرام تعاقب عليه يوم القيامة؟ طبعا طبعا هذا يعني فيه اولا فعل حرام اولا هذا هذا الامر فيه خروج على طاعه ولي الامر. ولي الامر عمل قواعد وضوابط معينه علشان يضمن بيها الامن والنظام. رحنا احنا خارجين على هذا على هذه القواعد وهذا النظام. اذا هذا في ايه مخالفه لولي الامر. ثاني حاجه خرجنا عن القواعد العامة التي عليها جميع الناس فعملنا إيه؟ عملنا فتنة. ليه؟ أصل أنا لما أطمس اللوحة بتاعتي جاري وزميلي في العمل وصاحبي هيقول لي إيه ده أنت عملت إيه؟ قلت والله ده أنا عملت كذا 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 دلوقتي بقى مشي براحتي سنة سيئة. يبقى هنا صاحبي ده هيقلدني وجاري هيقلدني وزميلي في العمل هيقلدني فأنا سنيت سنة سيئة فعلي وزرها ووزر من عامل بها. بالإضافة إلى أني بهذا الأمر ممكن أتسبب في أذى غيري وأنا بعيد عن العقوبة. وبعدين ندور على مين اللي عمل كده ما نعرفش. ليه؟ لأنه إحنا ما قدرناش نستدل على رقم السيارة. بالإضافة لحاجة زي ما حضرتك قلت ممكن تلصق التهمة بواحد آخر نمرته مشابهة فهو يحاسب على شيء ما عملوش يبقى أنا أخطأت في حق نفسي وخرجت على الحاكم وسنيت سنة سيئة وألصقت تهمة بواحد بريء عنها. كل هذه المخالفات ليست مخالفات نظامية فقط بل كذلك مخالفات شرعية نحاسب عنها أمام الله سبحانه وتعالى.